وللحديث عن خرق الهدنة في حلب ينضم إلينا عبر الهاتف السيد ياسر فرحان، عضو الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة. مرحبا بك سيد ياسر. يعني ماذا عن هذا الخرق الذي قام به النظام؟ روسيا التزمت بالهدنة على ما يبدو، لكن هناك قذائف هاون تنزل على السوريين في حلب، على أهالي مدينة حلب المحاصرة، وأيضا يعني هناك منع لإجلاء المدنيين. أمر متوقع ذلك، أن النظام له سجل حافل بالخروقات لكل الهدن والتوافقات التي أنجزت سابقا لأجل وقف أطلاق النار أو لإخلاء المناطق من المدنيين أو الجرحى أو المصابين أو لإدخال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة. منذ البداية النظام وبأوامر من إيران بالتحديد لم يكن يرغب بالتوصل لهذا الاتفاق، ذلك لأن لإيران أحقاد، ليس فقط أطماع، أحقاد على أبناء هذه المنطقة من السوريين. هم يحملون شعار ثارات الحسين، نعم، ويخدعون الناس من يقاتل معهم من إيران وأفغانستان وباكستان ولبنان، ويدفعوهم لارتكاب جرائم إبادة بحق أبناء حلب وغيرها من. طب سيد ياسر، هل تعتقد أن هناك تنسيق بين إيران وروسيا بما يتعلق بهذا الموضوع؟ يعني روسيا توقع اتفاقية أو تقوم بهدنة بالاتفاق مع يعني تركيا أو بتنسيق مع تركيا، ما بينما من طرف آخر تكون متفقة مع النظام السوري وإيران بالقيام بعمليات القصف؟ أمر غير واضح، ذلك أن روسيا في البداية أنقذت النظام حينما تدخلت في سوريا واحتلتها منذ قرابة العام. النظام كان يتقهقر وينهزم أمام تقدم فصائل الجيش الحر. إيران وحزب الله لم يستطيعان حماية النظام، وحينما أوشك على السقوط تدخلت روسيا عسكريا وقدمت له الدعم العسكري الكامل. ثم وبعد ذلك استمرت في دعمه سياسيا واستخدمت حق النقض الفيتو ضد قرارات تدين النظام وتطالب باتخاذ اجراءات تحت الفصل السابع ضده وباحالته لمحكمه الجنايات الدوليه. اخر جلسه لمجلس الامن يوم امس المندوب الروسي كان مدافعا عن النظام وكان منكرا لكل هذه الفظاعات التي ترتكب. روسيا شريكه في هذه الجرائم مع النظام، وروسيا ايضا تغطي على النظام، لا تقوم بدورها كدوله عظمى راعيه للسلام والمفاوضات ومشرفة ومراقبة ورئيسة مشتركة مع أمريكا لغرف المساعدات الإنسانية ووقف الأعمال العدائية. لكن هذا الأمر يحتاج إلى تفسير، لأن كل النتائج تصب في مصلحة إيران. إيران هي المستفيد الأول من هذه التطورات في سوريا. أمريكا مثلما سلمت العراق لطهران، الآن روسيا طيب تقوم باعتبارك ذكرت موضوع إيران، هناك الكثير من الميليشيات الطائفية الموجودة في يعني في حلب وفي عموم سوريا، لكن تحديدا حول المناطق المحاصرة في حلب، ألا تتخوفون على المدنيين ويعني أيضا العسكريين يعني فصائل المعارضة المسلحة من تصفيتهم من قبل هذه الميليشيات عند خروجهم إن خرجوا من هذه المناطق المحاصرة؟ خاصة أن الأمم المتحدة تقول أن ليس لها أي علاقة بهذه العملية. يعني هم في خطر سواء بقوا في مناطقهم أو غادروها. النظام ليس له أمان ولا يلتزم بوعوده، والنظام طبعا هو يعني أصبح حاليا خارج قوس. يعني القرار لإيران وروسيا تغطي على كل هذه الارتكابات. المجتمع الدولي كله مطالب الآن ليكون مراقبا وحاميا للمدنيين سواء غادروا أو بقوا في مناطقهم. طبعا الهدف الأفضل ليس خروجهم من هذه المناطق، الهدف حمايتهم بوقف استهدافهم، الهدف تمكينهم من العيش بسلام في أرضهم في بيوتهم. إذن أنت ضد عمليات الإجلاء التي تحدث، وحتى لو كانت يعني ربما تحمي نوعا ما المدنيين، وخاصة أن عمليات الإجلاء هذه في معظم الأحيان تكون باتجاه إدلب التي يحذر الكثير، وخاصة ديمستورا حذر من أن تكون إدلب التي تلي حلب.
طبعا عمليات الإجلاء أولا يعني لها خطرين. الخطر الأول هي عمليات تهجير قسري، يعني هي تغيير الديموغرافيا مرة ثانية، وهي هروب من جرائم حرب يرتكبها النظام باستهداف المدنيين إلى جرائم حرب أخرى يطالب بها المجتمع الدولي لتهجيرهم. يعني المجتمع الدولي يجد الحل في مكافحة جريمة بجريمة أخرى حينما نقول دعونا نخرجهم من هذه المناطق، وإلى أين؟ مرة أخرى نؤجل قتلهم. يعني هي عمليات تأجيل لقتلهم بنقلهم إلى مناطق أخرى. الآن الحل الذي نطالب به هو إصدار قرار ملزم من مجلس الأمن باتخاذ إجراءات تحت الفصل السابع تمنع وتردع النظام وإيران عن الاستمرار بهذه الجرائم. وروسيا إذا كانت حقيقة تسعى لصبغ صفة إلزامية على الاتفاق ذاته التي هي أتت به، ضباط روس أتوا إلى أنقرة يحملون هذا الاتفاق بإخراج المقاتلين، والمقاتلون في الجيش الحر وافقوا وبرعاية وساطة تركية وافقوا، من اعترض ورفض هو النظام وبأوامر من إيران. وبالتالي إذا كانت روسيا حقيقة يعني هي مع الحل فعليها ألا تستخدم حق النقض الفيتو، أو هي تستطيع أن تلزم النظام إذا أرادت. يعني هي لا تريد وأمريكا أيضا لا تريد، ونحن نطالب باقي الأطراف الشعوب بالذات 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 نطالب الشعوب لتخرج. سيد ياسر، هذا ما أريد أن أسألك عنه الآن. هناك دعوات كثيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهناك تجمعات ويعني مظاهرات تخرج في العديد من مدن العالم تطالب بوقف ما تقوم به روسيا وإيران في حلب. إلى أي مدى تعاولون على هذه الوقفات؟ وأيضا يعني بالأمس سامانثا باور قالت عار عليكم ما فعلتموه في حلب، يعني وهي المندوبة الأمريكية إلى مجلس الأمن. إلى أي مدى يستطيع الرأي العالمي التأثير في هذا الموضوع؟ يعني بالتأكيد نحن ندرك بأن الحكومات لا تصغي إلا لصوت شعوبها أو مصالحها، وبعض الحكومات لها مصالح حقيقية مع الثورة السورية والشعب السوري، وأيضا القيم لها تشترك أو تتطابق معنا مع القيم التي تحملها الثورة السورية. لكن حكومات أخرى أطلاقا بعيدة عن هذا الموضوع وهي لم تفعل شيئا للشعب السوري. وبالتالي نحن نطالب كل شعوب الأرض ونثق بأن يعني إذا تشكل رأي عام شعبي دولي سيكون ضاغطا على الحكومات أولا الصديقة لتتخذ يعني مواقف أكثر إلزاما للأطراف الأخرى. روسيا كل ما تريده أن تقايض الملف السوري لملفات أخرى، وروسيا ليست متمسكة كثيرا بالنظام، هي تريد ثمن، لا يوجد من يدفع لها هذا الثمن وبالذات أمريكا. أمريكا سلمت الملف لروسيا لتقوم بالأدوار القذرة نيابة عنها. وبالتالي الاعتصامات والتظاهرات وكل هذا الحراك الشعبي يجب أن يكون موجها ضد الأمريكان وليس فقط الروس، ضد الروس بالتأكيد وضد إيران بالتأكيد، لكن من سلم الملف لهؤلاء هم إدارة أوباما، ولم نلمس أي تغيير حتى الآن في مواقفها سوى يعني عبارة عن خطب رنانة وبيانات إدانة وما شابه. يعني شكرا لك. نخاطب العالم الحر لأن من ينهار هو قيم العالم الحر. نعم، شكرا لك السيد ياسر فرحان، عضو الهيئة السياسية في الائتلاف السوري لقوى المعارضة والثورة، كنت معنا عبر الهاتف.